لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. بعد أن بينا في الحلقات السابقة إن الكون له بداية ولم يكن موجودا إلى الأبد، نستكمل طرح برهان الحدوث ونقول: بما أن الكون له بداية فلا بد من وجود مؤثر خلق هذا الكون وجعله موجودا. ولعل قائلا يقول: من أين أتيتم بهذه القاعدة؟ نقول: هذه القاعدة تسمى بالسببية، وهي قاعدة مهمة في قواعد الفكر البشري. فلو أن طفلا صغيرا سمع صوتا سوف يعرف أن هناك مصدرا لهذا الصوت، لأن عقول البشر مصممة للإيمان بأن هناك سبب لكل شيء، وعليه فالكون الحادث لابد أن يكون له مسبب. ربما يقول شخص آخر: من قال لابد أن يكون ذلك المسبب هو الإله؟ لما لا يكون أمر طبيعي؟ نقول: لا بأس، ولكن من حقنا أن نسأل: من مسبب ذلك الأمر الطبيعي؟ ولعل شخص آخر يقول: سلمنا لكم بأن للكون بداية وأن للكون مسبب، لكن ما المانع أن يكون ذلك المسبب أمر طبيعي ونستمر بعلل طبيعية إلى ما لا نهاية؟ نقول: هذا لا يصح، لأن التسلسل يقتضي عدم حصول الحدث. ولتقريب الفكرة، لنفترض أن جندي يحتاج إلى إذن الضابط الأعلى منه لكي يطلق النار، ولنفترض وجود عدد لا نهائي من الضباط، كل ضابط يحتاج إلى إذن الضابط الأعلى منه، فإن الجندي لن يطلق النار أبدا. لكن لو كان هناك نهاية لعدد الضباط، فإذا سوف يقدر الجندي على إطلاق النار من خلال الحصول على إذن ضباط معدودي. ولو طبقنا الأمر على الكون، فإن الكون لن يحدث إذا كان هناك عدد من المسببات لا نهائي، كل مسبب مسؤول عن الآخر، وعليه في كل الحالات سوف ننتهي إلى مسبب وهو الإله الخالق لهذا الكون. وهذا هو برهان الحدوث، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.